افتتحت لاحتضان المباريات مجددا، والمناسبة كانت مباراة الكأس بين فوز شباب فرند الناشط في بطولة ما بين الرابطات ومولودية العاصمة. أشنا وحضروا وأحضروا معهم ذكريات الصعود الذي تحقق سنة 2003 على أرضية ميدان هذا الملعب. أما أنصار فوز شباب فرندا لبوا النداء وأمنيتهم كانت تحقيق تأهل تاريخي أمام أبناء العاصمة. في الشوط الأول تاه اللاعبون في البحث عن طريق الوصول إلى الشباك، حيث تفنن مهاجمو المولودية في تضييع الفرص الكثيرة التي أتيحت لهم، فلا سوغار ولا نقاش ولا بوغاش تمكنوا من بلوغ الهدف المنشود، ليفرض بذلك فوز فرندا التعادل السلبي على المولودية العاصمية في المرحلة الأولى. في الشوط الثاني واصلت المولودية ضغطها على دفاع المحليين وهجومها كان خارج الخدمة. المدافع حشود أراد تحقيق ما عجز عنه المهاجمون، ولكن مخالفاته اصطدمت بتألق الحارس مرسلي الذي منح زملائه ثقة عالية، فكاد حاج يحيى في الدقيقة 65 أن يخادع شعال بتسديدة علت العارضة الأفقية بقليل. التقدم ضاع وضاعت معه آمال أنصار فوز فرندا في دخول التاريخ، حيث وفي حدود الدقيقة 84 تمكن دراجة من فتح باب التسجيل برأسية استقرت في شباك الحارس مرسلي. هدف أهدى الراحة لقلوب شناوة ووضع المولودية في الدور المقبل. أما الاحترام والتقدير فقد عاد للاعبي فوز فرندا. ونحن أيضا نحييهم على